وجه رسالة للشعب العراقي. أنا أزهر أنا أزهر معتصم هنا هسه في الديوانية. أنا لا خريج ولا شيء، أنا أحب أريد أضمن مستقبلي، لأن أنا مدرستي هسه مدارس 62 طالب بالمدرسة اللي أنا بيها، الكرسي اللي يقعدون بيه شخص واحد قاعدين بيه ثلاثة، يعني وقت طلاب قاعدة مستشفيات، مستشفيات ماكو. ذاك اليوم أختي تمرضت من المستشفى، إحنا بس ساعة ندور على أكسجين، بخاخات مختنقة ما لقينا أكسجين ساعة كاملة، ما يعني أنا شوارع شوارع مبلشة يعني. احنا لدن، احنا البيت المهدم، احنا وجوه ما كلها الفقر والضيم مثل الباب المثلث، احنا الوطن ما يحب، احنا الناس ادافع عنها وتسب، طشرتني الوجوه البارده بلا روح وما عنده وطن بحرورتي يلمني، هناك هناك القاع للعشاق، هنا القاع للي يمشون بجنازه، انا عندي وطن صح قاسي مثل يعني اعتقد لا يوجد